كانش في حد عاجبك في العيلة كلها. النصيب مفيش حاجة في يد حد. صح، لكن رضا تبقي أنا. أيوة النصيب برضو. اشمعنى يا بنت عمي؟ اشمعنى رضا تبقي أنا بالذات؟ قالوا لك إيه عني؟ ما قالوش حاجة، قالوا لي والد عمك بس. بس بيقولوا إنك دماغك ناشفة قوي قوي. وده زين ولا عفش؟ زين لعيالك لما ربنا يديكي وتربيهم، وعفش معايا انا عشان هي راس واحده اللي بتبقى ناشفه في البيت. راس انا وبس. يا ابن عمي اديني وقت عشان اخد عليك. هيبان ليه؟ وحش قدامك؟ لا ابن عمي وجوزي، بس خليها بالرضا احسن. خلي يا بنت عمي رضاكي على كد صبري احسن لي. كده مش مرتاح لوجودي؟ انت ايه ذنبك؟ انا حالي صعب. وايه اللي صعب حالك؟ القلب اتجرح يا نزار، القلب اتجرح وعايش لي الدم. تعرف انا ياما رحت قصور وما ارتحتش غير في البيت ده، عارف ليه؟ ليه؟ أول مرة أروح بيت جديد من بابه صغير مفهوش غيري أنا وراجل بسيط بس ملامح عادي وقلبه مشغول. مشغول؟ يا ريته مشغول يا نزار، يا ريته. قلبه مقتول، قلبه مقتول. كل مخلوق محروم لحد ما يحب. يعني ايه يا شيخ سلاه؟ يعني لو كل الناس حبت مش هيبقى فيه ولا محروم. يحبوا مين يا شيخ سلاه؟ احنا لسه هنقعد ونحكوا، خليك في مصالحك وسيبني انا في شغلي. شغلك مشغول بيه يا شيخ سلاه؟ طيب انا قاعد لك لحد ما اعرف بالك مشغول بيه. حشر انت قوي يا همام. مشغول مع حبيبي. انت عارف طول عمرك وانت كده من وانت عيل كان ابوك يقول لك سرحان في ايه يا واد؟ تقول له سرحان مع حبيبي. طب بذمتك نفسك الليله دي ما هفكش عن جواز؟ كل نفس تهف على اللي هي عاوزاه. انا احلى مزاج ليا دلوقتي إن نقعد مع ربنا أقول له يسمعني. ساعات أخاف عليك يا ولد أبوي، وساعات أقول يا بختك. لا ما تخافش، أنا والله في نعمة يحسدنا عليها الملوك. أنا عاوزك مبسوط وبس. قل لي تحكم على كام عيلة انت؟ كتير. وهو حاكم على قلبي. ها كتيرك ولا قلبي؟ لا قلبك يا سلام. ادعي لي يا شيخ سلام. اقعد، انت اللي جبت روحك رجعتني للدنيا. زعلان منك سلام. زعلان من ايه؟ هو انا ماليش عايز اصح؟ مين قال كده؟ ده انت اهم واحد في الدنيا. ساعات احس اني ماليش عايزه معاكم. واه لو الشيخ سلام ملوش عايزه امال مين يبقى ليه؟ انت كلامك عندي اهم كلام. اهو كلام
مش انا خليله برضو؟ حد شاورني؟ حد عبرني بمركوب حتى؟ حد قال لي رايك ايه يا شيخ سلام؟ بقول لك ايه، سيبني في حالي، انا مبسوط كده احسن. انت بس عشان زعلان عشان صاحبك. بص يا شيخ سلام، انت الخال الطيب والناس هتزعل من رايك عشان هتكون راي القلب. مين يقدر على راي القلب يا ابوي؟ انا الخال العفش ابو قلب قاسي. خلي قلب القاسي يتعكس على قلبك الطيب يا ولد ابوي. هي دي الغدارة صح؟ صح، هي يا همام تكسب الرهان يا همام. هما عندهم غدارة واحنا عندنا غدارة. احكم عليك بايه دلوقتي بعد ما كسبت الرهان؟ باللي انت عايزه، الحاجة ما يزعلش. انت الرهان اللي انا كسبانه من الاول للاخر يا شيخ اسماعيل. كيف ما دخلش لدلوقتي؟ يبقى الحكايه صح. حكايه اللي صح، ساعات البنات بتبقى هايبه. مره اتولدك عاشقه يا ام احمد. قطع لسانك، عاشقه كيف يا مره يا عايبه تجيبي في سيره الولايه؟ عاشقه جابر قطع الطريق، امال سبت عرسها الاولاني ورجعت معاه كيف؟ قطعوا لسانك بالسيف. جايه بيتي تعيبي في عرض ولدي؟ لا حبتي ولا حاجه يا بنت عمي، انا هقول حاجه ما حصلتش. انت هتقولي عصيانه على ولدك وانا هقول لك السر. سر؟ جبت الكلام ده من فين؟ حرام عليكي. اهي الناس كلها هتقول، وخالها خلى جابر جاره عشان ما يتحددش ولا ينطق. ايه؟ صناديق غدارات متخبيه كانت مسافره الصعيد. احنا فيه ولا فيه؟ رايحه لمين ابو الدهب؟ مفيش معلومات، عذبناهم قالوا للصعيد. الصعيد؟ لصالح ولا الهمام ولا لمين بالظبط يا ابو الدهب؟ احنا خدناها لكن واضح انها مش اول شحنه بك. ضيقها من هنا ولا من هناك. اسمع ابو الدهب، ابعت جاسوس واعرف لمين. اهو كده الهواري والفارس الراجل، مين يقدر عليه وهو في حصانه؟ الموت نفسه ممكن يخاف منكم. ربنا اداكم العزة والكرامة والهيبة، غيركم عبيد صادوهم بالشباك من بيوتهم لحد يعرف لهم جد ولا أصل. انتم الأصل كله، في عينيكم الشرف وفي يدكم القوة. هذا البارود اشتغل. الله أكبر. الحق يا شيخ العرب، الغدارة سابت خليل العواري في وركو. فينه خليل؟ وسع وسع. سلامتك يا رجل، كيف اتصاب؟ ما عرفش، واقف قدام اللي هيحط البارود، لقيت وركي ولع نار. وايه اللي وقفك قدامه يا بو؟ وبعدين يا شيخ العرب، انت جايب الغدارة عشان تكون ناسك؟ احنا يا شيخ العرب ما نعرفش غير السيوف والرمح والخناجر، لكن سلاح الجنة والكفر ده لا. خلينا في اللي نعرفوه يا شيخ العرب احسن. ضرب البارود ده شغلة المماليك مش شغلنا يا ابوي. تغور الغدارة من مطرح ما جات، ونحاربه باللي حاربه بيه جدودنا. تعرفوا حد يعالج خليل؟ لطفي ميخائيل يا شيخ العرب، ليه صرفة في الحروب. شايف هاتوه، وانتوا اسمعوني زين، اللي عندكم قلتوه، اللي عندنا تسمعوه، احنا مش اقل من حد، ما في السلاح بتاعنا والسلاح بتاعه. هنتعلموه حتى لو كانت نص عيالنا. ربنا خلق لنا في راسنا مخ، جنودنا حاربوا بالجيوش، احنا اللي في زماننا هنحاربوا بيها. اللي خايف ما يلزمنيش، مفيش حلاوه من غير نار يا هوالا. واحنا ما عاوزينهاش النار دي يا ابوي، هو غصب. ما عاوزش جبل في وش يا اسماعيل. انت والدي مين انت يا واد؟
أنا إبراهيم والد حسن والد محمد والد صالح الهواري. وأباطك ما علموكش تتكلم مع كبارك بأدب؟ أنا اقطع الكلام لاقطع خبرك. والغدارة اللي انت رميتها دي تقعد تجيبها، وأول واحد حيدق بارود يضرب بيها هو أنت، وإلا ثلاثة بالله العظيم لاقطع يدك ولسانك. من هنا من مماليك هيعلموكم. أنا يا شيخ العرب عمر القاسمي ابن أخت صالح بك. مش تعلموا الناس زين يا عمر؟ خليل هو اللي كان واقف غلط يا شيخ العرب. جسره تاخد إبراهيم الهواري تعلمه دج البارود زين والضرب بالغدارة. ما تعلمش جيبه للشيخ إسماعيل يعلمه. حاضر يا فندم. كل واحد منكم هيجيني خبر إنه خايف ولا طري هلبسه بردة مرة وركبه الحمار بالمنظار. اللي ما قدرش من دي الوقت يقول ونعلمه على طريقتي. اللي خايف منكم يجي الناحية دي والراجل يقف مطرحه. مليح. وبعدين يا اسماعيل خير؟ انت جاي من ايه؟ الناس مدام خافت يبقى مفيش فايده. كله هيتضرب بالمركوب والكل سمع الكلام خلاص. ايوه يا اسماعيل انا عاوز قلوبهم قبل ياديهم. ما هم ممكن يتعلموا وبعدين يخشوا على عدوهم خايفين يبقى عملنا ايه؟ ايه اللي نشف القلب ولا عمري؟ انهم يحسوا انهم صحاب مصلحة فيطمعوا، وكمان لازم يخافوا على حاجتهم. الخوف ساعات ينشف القلب. صح. يطمعوا ويخافوا. هم عايشين مرتاحين ما واخدينش على الشقة. يبقى لازم الاول يخافوا اسماعيل. يخافوا كيف يا همام؟ انا اقول لك كيف يخافوا وكيف يطمعوا. دخلت ولا ما دخلتش؟ هيبان يا اما وعاوزه الرضا وانا وافقت. مفيش رضا. قم قم هتدخل عليها دلوقتي وتطمني، والا يبقى كلام الناس صح. كلام ايه يا اما؟ مين؟ مفيش كلام ولا حديد. قبل ما تخش وتطمني يا اما. ما تصوريش دمي. اشوف دمها قلبي يهدى. غار ريح. عاوزك. قلت لك بالرضا وانت وافقت. راجل قدامي كان ولا مرة؟ قدامي شر.